تكاد أحلام أمين لا تتجاوز ضمان قوته اليومي. أمين نادل بمقهى يقع ببلدية سيدي عمر بولاية سعيدة، همه الوحيد كفالة عائلته. أنا نخدم هنا في هذه القهوة في شحال، ونسكن في سعيدة، ما نسكنش هنا. هذا البلاصة بعيدة على سعيدة بواحد 20 كيلو ولا مش عارف، وخدم جورني عامل يومي وماش كافيني هاد جورني زعما، ورب عائلة، عندي زوج بنات. سقف الطموح ارتفع لأمين بعد اطلاعه على ما تقترحه وكالة دعم وتشغيل الشباب من أنفاق رحبة لولوج عالم المؤسسة، خصوصا بعد التثمين الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور. شوف روحتنا الاكتيفيتي تاعك عما ماهيش حاجه اجراءات صعيبه، ولا هكذا الدليل تاعنا صعيب، ووعدنا تقرب عندنا الوكاله ان شاء الله، ونقول لك شديك مع بروجي على حساب النشاط اللي قاعد ديره تاع القهوه. وبعد القهوه نخدم قهوه تنظيم خارجات تحسيسيه على مستوى اولا 16 بلديه، ثم تسطير برنامج تحسيسي اخر على مستوى مناطق الظل. الهدف من هذه الخرجه التحسيسيه هو اولا اعلام الشباب برفع التجميد عن كافة الأنشطة ما عدا نشاطي النقل والكراء بكل مجالاتهما. الحاجة اللي شجعتني هي تعديل الدستور اللي جاب مشاريع زعما الفائدة تاع الشباب باش يخدموا على رواح. أمين وكغيره من شباب الجزائر عين على المستقبل وأخرى على جزائر البناء والنماء.